ابو شكري صباح الخير. صباح النور. تقدر تخبرنا احنا وين موجودين اسا باي منطقه؟ احنا موجودين في غربي ترثيله في بدايه خلت خزان. وخلفنا تنزل على وادي القرن، من وادي القرن على العريض الشمالي بيبدا ارض جليل. ارض جليل مقسوم الى قسمين، واحد الى اهل معليا وواحد الى اهل ترشيحه. اهل معليا اشتروا من الحكومه التركيه بسنه 1880 20,000 دلم من الحكومه التركيه. اهل معليا 20,000 دلم بمزرعه اميريه. وبيبيعوها بالقايمه دايم بالعاطل والمنيح فيها ميتها واحراشها. وهيك اشتروها. فحدود جليل من شرقها اهل ترشيحه الى الحدود الشرقيه من ايلور للشرق. واحنا مثل في الحدود تبعنا لعند ارض البصه. حوالي معصوبه. حدود معصوبه وضعت بيننا وبين هون. والجهه الشماليه كانت الارض لواحد لبناني اسمه خطيط. وهاي الارض انباعت لدار الهوشي ولقسم من البصه. واختلفنا في الوقت على التسويه عليها، وبعدين المحكمه قررت انه هاي الارض النا. فهسا حدودنا احنا بتيجي من ارض خطيط من الو تقريبا وللقبل لوادي كتاف وادي القرن. كل الشيارات تبع وادي القرن هي باسم اراضي معلية. الشقة الشمالية والشقة القبلية، الشقة القبلية تابعة لأراضي الغلة القبلية اللي هي مرج بتريا والخزنة وهي الجهات وما تابعها. كل هاي الأرض كانت للميلة بما فيه السهل. السهل كان ثلاث أرباعه للميلة باعوه لأنه كان بعيد عنهم، واللي اشتروا قسم كبير أهل الكابري. قسمة صادر طبعا. قسمة صادر. قسمة صادر بقول من الأراضي. لا لا، هاي القسم اللي صادر هذا صادر بعدين أيام إسرائيل. 48 صادر الأراضي مع إنه صارت منفقة يعني أهل معليا بقي التوالي. شو بالنسبة لأرض جليل؟ أرض جليل لعبوا فيها في البلد على سبيل الذكر. شكري يعني في عندك ذكريات من أرض جليل؟ طبيعي لله أرض جليل أنا اشتغلت فيها مدة وأنا ولد. رحت كثير على مرج البيني اللي عند الصواني. كل أهل معليا كان يزرع الدخان تبعهم المنيح اللي كانت موصوفة معليا بالدخان تبعها، هي من جليل وهي المنطقة. كانت موصوفة، كانوا يتعبوا الناس ويزرعوا المشاتل في الوادي ويطلعوا يزرعوا بجليل، ننام بجليل جمعة 10 أيام تنخلص زراعة الدخان. أهل معليا عاشوا كثير مدة طويلة تعبانين في هاي الشغلات، لكن كانوا تعبهم كانوا راضين عن الشغل هذا. راح أتعبهم في الأرض هاي الحكومة صادرتها أخذتها منعتنا نطلع عليها في يوم من الأيام. كنا مفلحين أرض جليل وبدنا نحصدها. احتلوا الجليل واحتلوا ذاك، اجوا على الشغيل هناك على اولادنا اخذوهم على السجن وقفوهم. في وقتها كان في ضابط بوليس في ايلون اسمه سفي كرر. ضابط بوليس اخذ الاولاد جماعتنا كلهم وحطهم بالسجن في الصواني. طلعت ادور على الاولاد انا وين طبوا. انا بقول لي بيجي وين؟ اخذنا البوليس. رحنا على المرج الصواني. يا شو يا سيد ايزي؟ قال لي سليم ممنوعين تيجي لهون. جاتني اوامر ممنوعين تيجي لهون. اللي بده يطلع من الوادي جاي بده يكون معه تسريح. يا عمي قال لي تيجي لهون بحبسكم. هسه انا بنطيك الجماعه اليوم فيش حبس. انا مره ثانيه اللي بينعلق في معليا معوش تسريح. على السجن. جيني على الحكم العسكري انطينا يا عمي تسريح. قال لي ممنوعين تروح تفوتوا من القرن للشمال.
وهيك صدروا الأرض وأخذوها واستولوا على جليل. ومعظم الأراضي اللي من شمال الوادي كلها اللي كانت إلنا بما في العرضان أنطونا قسم منها، والقسم الثاني أكلوه. أكلوا كثير أرض من أهل معلية. معلية كانت تملك كثير أراضي للساحل، لجبال اللوز، للبصة، أراضي بأسامي أهل معلية، للكابري. كل هاي الأرض انباعت، أخذتها اغتصبتها الحكومة الإسرائيلية. أرض انباعها قسمها، تبادل قسم فيها للمصالح الشخصية، وانباعت البلد بأسباب المصالح الشخصية اللي استغلتها ناس ثانيين في البلد، وأجبروا البلد تقريبا يتنازلوا عنها. في أراضي كثير كبيرة بعدها في جليل اللي هي مش مبيوعة. خذ مثلا احنا بعد السفيلنا حسب البيت تبعنا، الخرفيشي ومرج البيني وعبد جلال المدركي وخلت الواوي، حوالي 1200 1300 درهم ارض. في كثير زي ناس زينا كمان، هذه كلها مدفوع حقها للحكومه التركيه. كانت بالقروش، انباعت بالمصاري الفرنسويه. لان الحكومه التركيه كان بدها بالاخر تاخذ مصاري وتاخذ ضرائب من الناس تعطيهم ارض. وهيك صار يعني نص الارض اللي اجتمع معلية هي من الاملاك الحكوميه، اعطتها الحكومه التركيه لاهل معلية واخذت ضرائب واخذت ثمن الاراضي. وبهذه العمليه كمان اهل معلية استملكوا في المنطقه هاي، من الناس اللي كانوا ساكنين في معلية اغلبهم اليوم برا في الخارج، كانوا ساكنين في ام الفرج. لذلك قسم كثير من الاراضي تبعنا موجوده اسامي ناس ثانيين مش من البلد. والقسم تبع جليل بعد في قسم كبير من الناس ما بدلوش، الحكومه عم بتصادر اكلت الناس اكلت الحق، ما ردتش على الاملاك وعلى جيب، تروح على المحكمه الحكومه تدعي اخذ بالصادر مصادره، صادر روح دور على حالك. ثلاث ارباع الارض صادرت وما اعترفوش فيها في البدل وكذا وكذا. حتى في معليه كثير شقق الناس املاك اصحابها موجودين صادروها واعطوها للناس الثانيين للجيش وكذا وكذا من جماعتنا. فقر يعني ان غرب شمال الوادي. هاي ارض جليل تبدا على هاي ارض غراب ارض جليل. من ارض هاي معصوبه حدودنا احنا وللشمال كل مرج بدنا لعندي ارض دار قطيط اللي هني بدايه اخر معصوبه من شمال. ايوه هاي الارض تبعت قطيط اللي من شمال الطريق اللي هي ايلون. هاي ايلون ما كانتش قايمه. هاي الطريق لايلون من تطلع من البصه لهون تمشي على اخرز. هاي الطريق الشمالية هي الحدود تقريبا بين أرض قطيط وبين أرض الحكومة. أرض الحكومة اشتراها أهل معلية. أرض قطيط انباعت لقسم من الناس بينهم بدي وبينهم ناس ثانيين. الكمالي هون أبو سليم. نعم أبو شكري. نعم. الكمالي هون بعد أيلون. هذه كلها مصادر. مصادر. هاي كمان تابعة لأرض جليل. هاي الأرض جليل شرقية. أيوه. عبدون مش عبدون شو اسمه هو. اي غورن عبدون لعبه غورن 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 هاي كانت تابعة الارض ترشيحها، لانه احنا حدودنا بيننا وبين ترشيحها على البواريك تقريبا.